عليكم ورحمة الله. أنا محمد أحمد الغامدي وهذه الهوية. اليوم 3/2/2022. طبعا أنا لي 12 سنة مانعين الحكومة السعودية توجيه من خالد الفيصل، وجاء بعده طبعا محمد بن سلمان. لو يمكن لهم 12 سنة هم ياذوني ومانعيني من العمل ومانعيني من الوظيفة. واليوم الخميس أنا محمد أحمد عمر الغامدي نشرت مقطع مسيء وكنت في حالة غير طبيعية، وأطلب من الدولة عزها الله معالجتي من الإدمان.